يعني بتتكلم عن قصة ان الزوجة لما تمتنع عن زوجها بسبب زواجه من اخرى، واذا هي امتنعت الزوج عن زوجها هل هي تأثم ولا لا. لازم نقول القاعدة يا ست ام احمد انه اذا امتنعت الزوجة عن زوجها من غير عذر شرعي فهي تأثم. لكن انا اسيبه 9 سنين، هو متجوز من 9 سنين، وانا 9 سنين دول ما خليهوش ياخذ حقه الشرعي، حتى لو انت شايفه انه بيعملها يعني مجامله يعني زي ما انت بتقولي، فده ما يمنعش ان ده ما يخلينيش ولا يصرفني ان انا استمر على ان احنا نقطع العلاقه ونخلي فيه الجفوه الشديده دي. وحاله زواج الزوج من زوجه اخرى ده لا يعد من الاعذار الشرعيه اللي بتجعلك تمتنعين عن هذا الحق. وبالعكس ده انا اشوف ان حضرتك لما تهدي لازم تعالجي الموقف بقدر كبير من الحكم. النقطه الثانيه، الزوج للزوجه يعني صديق، يعني انسان مقرب جدا، ما فيش اقرب للمراه من زوجها. مهما يعمل من اخطاء ما ينفعش اقوم مدايره وشي واسيبه بقى يعمل اللي يعمله وانا كمان لا اتكلم معه، لا مش هيسمع، اتكلمي معاه واسألي الله سبحانه وتعالى التوفيق. واحنا من غير مدد الله ما فيش حاجة نقدر نحصلها من ذوات أنفسنا لولا إمداد الله الدائم لينا. فعلى قدر الاستعداد يكون الإمداد. أنا استمد وأستعد بإني أطلب المدد فربنا يديني مدده. أنا عايزة مدد توفيق، أنا عايزة مدد رعاية، أنا عايزة مدد حفظ وحماية. أسأل الله وأسأل الله بقلب كده كله يقين إن ربنا سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، ويعطيني ويمدني بما فيه صلاح حياتي وصلاح معاشي وآخرتي. أتكلم مع الزوج وأقول له يعني أنت سايبني مدة شهرين أو مدة كذا وبعد كده جاي تطلب هذا الأمر، أكيد إن أنا يعني بفتقدك، وأكيد وحديث يبقى حاني مش بخناقة، خلاص وقع امر الزواج، فانا دلوقتي عايزه احافظ على البيت، وبخاصه انه باقي الحقوق هو قايم بيها، فانا اتكلم معاه. ما ينفعش ان انا اهجر الكلام معاه، الهجر ده مش هيجيب حاجه غير مزيد من البعد والجفاء، وده مش صح في الحياه الزوجيه. فاقول له انت عملت وحصل منك كذا ونتج منك كذا، وانت دلوقتي النهارده بتطالب، فانا بحس ان انت بتعمله، انا عايزه احس ان انا كاي زوجه زوجي بيرغب فيا، مش انه جاي ادي حق كده وخلاص. فتكلمي معاه واسبقي الامر بالصلاه، صلي لله ركعتين واساليه التوفيق، واختمي الامر كده وعلى طول نسال الله، اما يشق علينا شيء ويصعب علينا شيء ونشوف ان شيء صعب قوي نتوجه الى الله بصلاه ركعتين ونسال الله التيسير والتوفيق. واللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم كل صعب علينا يسيرا وسهلا.